رجل أحمق يدفع مسنا على عكاز رباعي نحو حتفه في قطار أنفاق مارتا. ماذا تفعل عندما ترى رجلا مسنا على عكاز في مترو الأنفاق؟ هل كنت لتتجاهله أو تقوم بدفعه نحو قطار الأنفاق؟ هذا ما فعله هذا الحقير من أتلانتا. شرطة مارتا بصدد التحقيق حول الفيديو المنشور على يوتيوب والذي يظهر فيه عجوزا كان يتجادل مع الناس بقلة أدب، بينما تجاهله الجميع بدأ أحدهم بجدال معه بخصوص احترام الناس، ومن ثم قام هذا الأحمق بدفع العجوز وعكازه في محطة القطار. وتقول الشرطة أنهم الآن في صدد التعرف على هذا الجحش.